كابتن محمود الخطيب ليه رفض ان هو يرفع قضيه عليك؟ عشان راجل جدع، مع انك هاجمت الاهلي. والراجل جدع ما رفعش قضيه عليك ليه؟ عشان راجل جدع ومحترم، ده حقيقي. غيره مش كده. الكابتن محمود الخطيب، بس على فكره كان في قايمه وهو رفع قضيه على بقيه القايمه وما رفعش قضيه عليك انت. والله الكابتن محمود اثرني بخلقه، لان قال لهم انا عارف ان عبد الناصر وقت ما كان بيهاجمنا، وقت ما كان المستشار تركي آل الشيخ رئيس شرفي للنادي الاهلي، كان لديه حسن هذا ما وصلني، فبنفسه قال ما ترفعوش قضيه على عبد الناصر زيدان. وده شيء يعني ينم، دي معلومه عندك يعني؟ وصلت لك؟ ينم من وصلتني من الشؤون القانونيه كمان، ينم على كم هو رجل متسامح ورجل فاضل، لان غيره بيرفع قضايا 24 ساعه بالباطن. عقبالك اما تبقى متسامح. والله يا ربنا يدينا كل الصفات الحميده. طيب. انا متسامح جدا على فكره، بس اللي مش مع اللي يهيني ويجرحني ويهين عيلتي ويهين ابويا ويهين اهلي.